مرحبا، يعطيكم العافية. حنكمل هلأ ببارت 2 من المحاضرة إن شاء الله. حكينا عن الووتر بيست سيمنت وحكينا عن الأويل بيست سيمنت. هلأ بدنا نبلش بالقسم الثالث اللي هو الريزن بيست سيمنت. أوكي، هلأ الريزن بيست سيمنت الكومبوزيشن تبعهم سيميلر للكومبوزيت ريزن. شو يعني؟ يعني فيهم ريزن وفيهم فيلر. أوكي، الريزن بيست سيمنت في منهم ثلاث أنواع: الاستاتيك بيست سيمنت والأدهيزف بيست سيمنت، وفي عندنا كمان التمبرري. هلأ وفي كمان عندنا السلف ادهيزف. اوكي، هلا راح نحكي عن كل واحد فيهم. هلا اول واحد اللي هو الاستاتيك ريزن سيمنت، they have the best aesthetic properties. الاستاتيكس تبعتهم ممتازه، يعني الناحيه الجماليه اللي بيعطوها ممتازه. متى بيهمني هذا الموضوع؟ مثلا المريض بدي اعمل له فينيرز. هلا لما نيجي نعمل الفينيرز يا جماعه، الفينيرز موضوع كثير حساس، واي غلطه بالشغل ممكن تاثر على الفاينل ريزلت. اوكي، فبالتالي انا حتى موضوع السمنت كتير بهمني بالفينيرز، اللي هو الاشي اللي بدي ألزق فيه الفينيرز على التيث. اوكي، فمثلا لما اجي اعمل فينيرز بفضل اني استعمل الاستاتيك ريزن سمنت، لانه الاستاتيك تبعته ممتازه. افيلبل ان شيدز اور كان بي ترانسلوسنت، يعني ممكن يكون شفاف ما بين، وممكن وكمان يعني متواجد بشيدز معينين. نقدر نختار الشيد الاقرب للتوث للفينير عشان تطلع الاستاتيك ريزلت ممتازه. ممكن يكون لايت كيورد او دول كيورد. هلا الادهيجن تبعه كيف بنستعمله؟ ات بوندز مع التوث ستراكشر باي اتشينج اند بوندينج ايجنتس، يعني بعمل للتيث اتشينج وبعدين بعمل بوندينج وبعدين بحط الفينير. هلا يا جماعه السيراميكس او الميتال بيست ريستوريشن، لما اجي بدي استعمل معهم السيراميكس، يعني كمان البورسلينز. اوكي، لما اجي بدي استعمل معهم الاستاتيك ريزن سيمنت، يفضل اني اعمل لهم ساند بلاستينج. تمام، ايش يعني ساند بلاستينج؟ اني اخشن الفينير نفسها من جوا، اخشن السطح تبعها، او مثلا الميتال ريستوريشن اخشن السطح تبعها من جوا. تمام، وبعدين احط على الريستوريشن نفسها او الفينير سايلين برايمر. تمام، وبعدين يعني بكون التوث عملت له اتشينج وبوندينج. تمام، بحط عليه الاتش والبوند، والفينير نفسها بعمل لها ساند بلاستينج بخشنها، وبعدين بحط عليها ستايلين برايمر، بعدين بلزقها فوق التوث. اوكي، هذا احسن طريقه. هلا اليوزز بستخدمه عشان الزق الانلايز الاونلايز اند فور اول سيراميك اند اندايركت كومبوزيت ريستوريشن ساتش از الفينيرز. هلا الكومبوزيشن تبعه من شو بتكون؟ من دايميثاكريليت ريزن وجلاس فيلرز. الفيلرز اكيد عشان يعطوني سترينث. السيتنج تبعه زي ما حكينا ممكن يكون لايت كيورد او دول كيورد. دول كيورد يعني لايت وسلف مع بعض، يعني في بارت منه بيصير له ست لحاله. تمام، وفي بارت منه بيحتاج لايت كيور عشان يصير له ست. هلا ليه بفضل اللايت كيورد اكثر؟ لانه بيعطيني لونج وركينج تايم. تمام، وجود كلر ستابيليتي. هلا اللونج وركينج تايم ليش بحتاجه؟ هلا وانا عم بعمل فينيرز، ما بقدر، يعني كيف بدي احكي لكم، ما بلزق كل واحده لحالها وبعملها كيورينج. انا بشتغلهم كلهم مع بعض وبالاخير بعمل لهم كلهم كيورينج مع بعض. فانا بدي سيمنت ما يصير له ست بسرعه، بدي يعطيني لونج وركينج تايم عشان الحق اشتغل كل هذا الحكي. سو بفضل اللايت كيورد لانه لونج وركينج تايم، لانه فيه جود كلر ستابيليتي. تمام، راح احكي اكثر شوي عن موضوع الكلر ستابيليتي لتحت. هلا سو البروبريتيز تبعون الاستاتيك ريزن سيمنت: جود كلر ستابيليتي، ميديوم تو هاي سترينث، لو فيلم ثيكنس، يعني طبقه كثير رقيقه منه بتوفي بالغرض. جود وير ريزيستنس از ديزايربل especially around the periphery of the restoration. The microfill type of cement is more wear resistant than the hybrid one. اوكي، هلا الفكره بالموضوع انه انا بدي السمنت نفسه يكون مقاوم للحت، انه ما يصير له وير، وبالاخص على الاطراف ما بدي يصير له وير، يعني ما بدي اياه ينحت على الاطراف مع مرور الزمن، عشان اذا انحت على الاطراف رح يصير في عندي جاب ما بين الريستوريشن وما بين السن. اوكي، سو انا لازم يكون عندي، يعني لازم يكون بتمتع بجود وير ريزيستنس. اوكي، طب هلا اكتشفوا انه النوع السمنت اللي هو الاستاتيك ريزن سمنت اللي بيكون نوعه مايكروفيل، تمام، بيكون مور وير ريزيستنت اكثر من الهايبريد. تمام، هلا البوند سترينث بتعتمد على البروبر سيرفيس تريتمنت. تمام، يعني اني اكون عامله جود ايزوليشن، عازله المكان اللي بدي الزق فيه منيح، اكون عامله اتش وبوند للتوث، واكون مثلا عامله ساند بلاستنج وحاط السايلين برايمر على الريستوريشن نفسها. المانيبيوليشن تبعه التوث سيرفيس نفسه زي ما حكينا، بنعمل له اتشنج يوزنج الفوسفوريك اسيد وبحط له بوندينج ايجنت. البورسلين سيرفيس او نفس
نفس السيراميك سيرفس بعمل له ساند بلاستنج او بعمل له اتشنج بالهيدروفلوريك اسيد. لا تخربطوا هون الاتشنج للريستوريشن نفسها للبورسلين سيرفس او السيراميك سيرفس بعملها بهيدروفلوريك اسيد ماشي مش فوسفوريك اسيد. Before you light cure the cement you must clean up any excess. يعني لازم احنا ننظف الاكسس قبل ما نعمل كيورينج، يعني الزوائد اللي بتطلع من السمنت لازم انظفها قبل ما اعمل كيورينج. تمام. ساند بلاستنج انستد اوف اتشنج تو ميك ا رف سيرفيس. زي ما حكيت لكم احنا يا اما بنعمل ساند بلاستنج او اتشنج بهيدروفلوريك اسيد للسيراميك او البورسلين، بس بنفضل الساند بلاستنج اكتر. اوكي، يعني بعمل ساند بلاستنج وبعدين بحط السايلين برايمر. نون سيتنج تراي ان سيمنتس كان بي يوز. يعني في نوع من انواع هدول الاستاتيك ريزن سيمنت بيكونوا نون سيتنج ما بيصير لهم ست، بس تعملهم لما اجي بدي اجرب الفينيرز. اوكي، اللي هي التراي ان لما اجي بدي اجربهم واشوف اخلي المريض يشوفهم اذا عاجبينه ولا لا. اوكي، سو التوث سيرفيس بعمل له اتشنج وبعدين بحط عليه البوند. الفينير نفسها بعملها ساند بلاستنج بعدين بحط عليها السايلين برايمر اللي هو هذا اللي هو السيراميك برايمر. اوكي، طب هلا هذا اول نوع من الاستاتيك من الريزن بيست سيمنت اللي هو الاستاتيك ريزن سيمنت. ثاني نوع من الريزن بيست سيمنت اللي هو الادهيزيف ريزن سيمنت. الادهيزيف ريزن سيمنت ممكن يكون سيلف كيورد او دول كيورد بس مش لايت كيورد. اوكي، افيلبل ان شيدز. اليوز تبعونه كان بي يوزد ان سيمنتيشن اوف ماني تايبس اوف ريستوريشن، بس ما بستعمله للفينيرز. اوكي، والسبب اني ما بستعمله للفينيرز لانه هدول الدول كيورد سيمنت او سيلف كيورد بيكون فيهم اشي اسمه الامين كو انيشيتر. هذا الامين كو انيشيتر هو عباره عن كيميكال انيشيتر. تمام، هلا مثلا باللايت كيورد سيمنت ماشي بيكون فيهم فوتو اشي اسمه فوتو انيشيتر. هذا الفوتو انيشيتر اللي هو الكامفور كوينون اللي هو لما انا اجي اعمل كيورينج خلص بيشتغل هذا الانيشيتر وبصير ست للسيمنت. اوكي، هلا بالسلف كيورد او الدول كيورد انا ما عندي اللي هو اللايت انيشيتر اللي هو الفوتو انيشيتر عفوا الكامفور كوينون، لا انا عندي كيميكال انيشيتر اللي هو الامين كو انيشيتر. هذا كمان الامين كو انيشيتر مشكلته اللي هو which produced by products in catalyst which produced by products in the catalyst based. مشكلته هلا هذا الامين كو انيشيتر بيكون موجود بالكاتاليست بيست. اوكي، لانه هذا السمنت بيجي تو بيست. اوكي، بيست وكاتاليست. هلا هذا الامين كو انيشيتر بيكون موجود بالكاتاليست، لقوا انه هذا الامين كو انيشيتر بيطلع لي باي برودكتس. تمام، هدول الباي برودكتس بيعملوا لي يلوينج وذ تايم، يعني بيخلوا لون السمنت اصفر مع الوقت. فبالتالي تخيلوا انا حطيته تحت الفينير راح يخلي زي لون اصفر تحت الفينير وبالتالي راح ياثر على لون الفينير وعلى الكلر ستابيليتي. تمام، سو انا لما اكون بعمل فينير بفضل اني استعمل اللايت كيور سمنت لانهم لهم بيتر كلر ستابيليتي ولونجر وركينج تايم. اوكي، ونو ميكسينج ريكوايرد، يعني ما بيجي على شكل بيست اني اخلطهم وكذا، لا ما بده ميكسينج ولا اي شيء، وبيتر كلر ستابيليتي ولونجر وركينج تايم. اوكي، طب هلا بالنسبه للكومبوزيشن للادهيزيف ريزن سيمنت ايش الكومبوزيشن تبعته اللي هي بيجي دايميثاكريليت ريزن مع جلاس فيلر، او بيجي مثل ميثاكريليت ريزن مع بولي مثل ميثاكريليت فيلر تو اد سترينث كان بوند تو الوي سبستريت ديو تو ادهيزيف مونومر بريزنت. شو يعني؟ بحكي لكم انه هذا بقدر استعمله مش بس مع الاشياء السيراميك او الاشياء البورسلين، لا بقدر استعمله كمان مع الالوي اللي هو الميتال، لانه نفسه هذا السمنت في جواته شيء اسمه ادهيزيف مونومرز. هدول الادهيزيف مونومرز بيساعدوا انه السمنت يرتبط منيح مع الالوي. اوكي، مع الميتال. ممكن يكون سيلف او دول كيورد، كان بي توث كولورد ترانسلوسنت او اوبيك. اوبيك يعني لونه بيكون ابيض. هلا البروبريتيز تبعونه لو كلر ستابيليتي كومبيرت تو استاتيك سيمنت زي ما حكينا، سو اتس نوت سوتابل فور فينيرز. بيكون راديو بيك، بيطلع على يعني ببين على الاشعه. سيميلر بروبريتيز، يعني البروبريتيز الثانيين نفس الاستاتيك سيمنت. شورت وركينج تايم، الاستاتيك ريزن سيمنتس اللي هم لايت كيورد بيكونوا الوركينج تايم تبعهم اكثر. هذا الوركينج تايم تبعه اقل لانه فيه كيميكال انيشيتر فبيخلي السيتنج يصير اسرع اللي هو الامين كو انيشيتر. بوند سترينث ديبندز اون بروبر اتشنج اند بوندينج تو توث ستراكشر. العمليه دقيقه يا جماعه، الاتشنج له دور، البوندينج له دور، كل شيء له دور. اوكي، طب المانيبيوليشن تبعه بعمل للتوث سيرفيس اتشنج وبوندينج زي ما حكينا قبل شوي. السيراميك سيرفيس بعمل له اتشنج مع سايلين ابليكيشن، او ممكن كمان اعمل يا جماعه
ساند بلاستيك، زي ساند بلاستنج زي ما حكيت لكم، عشان اخلي السيرفس رف وبالتالي يمسك اكثر فيه السمنت. اللويز مي بي ساند بلاستد اند تريتد وذ سيراميك كوتينج سم تايمز، يعني ممكن نفس الفكره اعملهم ساند بلاستنج واحط عليهم من السايلين برايمر. سبيشال ابلكيشن، هلا هاي مهمه، في عندنا سبيشال ابلكيشن فور سم ريزن سمنت شيء اسمه البنيفيا. هذا البنيفيا هذا نوع معين من السمنتس، اوكي، اللي هو مثال على الادهيزف ريزن سمنتس. هذا البنيفيا بستعمله بحاله خاصه اللي هي شيء اسمه الريزن بوندد بريدجز او اللي هو الماريلاند بريدج. هلا شوفوا، مرات ممكن يكون مريض فاقد السنترال انسايزر، اوكي، زي هون فاقد السنترال انسايزر وبده يعوض محله، مثلا ما معه حق انه يعمل زرعه محل السن الواحد، ولا بده مثلا نحضر له هذا السن وهذا السن ونعمل له بريدج، لانه اصلا البريدج انتيرير اللي ما بيكون كتير استاتيك، تمام. ففي حل شيء اسمه الماريلاند بريدج او الريزن بوندد بريدج، بيجي سن زي هيك لحاله، تمام، وبيجي عليه وينجز من الطرفين. هدول الوينجز بننزل السن هون بالسوكت هاي وبنلزق الوينج هذا على السنترال هاد والوينج هذا على اللاترال هاد، اوكي. هلا ايش افضل سمنت اني استعمله بهذا النوع من البريدجز اللي هو الماريلاند بريدج او ريزن بوندد بريدج اللي هو البنيفيا، اوكي، هاي مهمه. طب هلا في عندنا كمان ثالث نوع من الريزن بيست سمنت اللي هو السلف ادهيزف ريزن. هلا من اسمه يا جماعه سلف ادهيزف، معناها انا ما بحتاج لا اتشينج ولا بوندينج، لانه السمنت نفسه بيكون فيه اسيدك مونومرز. هدول الاسيدك مونومرز هم بيعملوا اتشينج للسيرفس نفسه وبيساعدوني بعمليه البوندينج، اوكي. سو انا ما بحتاج هون اعمل لا اتشينج ولا بوندينج. سو السلف ادهيزف فيري بوبولار بيكوز ذي ار سلف ادهيزفز، سو نو نيد فور اتشينج اند بوندينج. وين بستعمله؟ بستعمله كتير باستعمالين. اول اشي البوندينج براكتس بالأورثودونتيك تريت أبلاينسز، اللي هي لما اجي اركب البراكتس تبعون التقويم، تمام، وبستعمله كمان لما بدي اجي اعمل سمنتيشن للفايبر بوست ريستوريشن. ايش الفايبر بوست؟ بتسمعوا بالوتد اللي هو بيكون زي هيك عود صغير لما السن يكون بادلي ديستركتد، يعني السن مو ضايل منه كتير وانا بدي احط عليه حشوة، انا بحاجة اشي انه يدعم لي هاي الحشوة اني احمل الحشوة عليه. فبالتالي بروح بفتح شوي جوا الكنال، طبعا السن بيكون معمول له RCT، بفتح شوي جوا الكنال وبحط فيها بوست، هذا اللي هو الوتد، هذا اسمه بوست. هذا البوست في منه انواع كتير، في فايبر بوست وفي عندنا ميتال بوست وفي عندنا نايت هاي بوست الى اخره. المهم النوع الفايبر منه اللي هو بيكون مصنوع من فايبرز، بستعمل نوع السمنت اللي بلزقه فيه جوا الكنال اللي هو سيلف ادهيزف ريزن سمنت، تمام. حطوا على جوجل صوره لفايبر بوست عشان تتاكد الفكره عندكم، تمام. طيب هلا ممكن يكون دول كيورد او سيلف كيورد. هلا الكومبوزيشن تبعه دايميثاكريلات ريزن، وبيكون فيه ادهيزفز جروب وجلاس فيلر. هلا الادهيزفز جروب هدول الجروبس هدول allow them to etch and bond without applying a separate phosphoric acid etching او bonding، زي ما حكيت لكم هم هدول الادهيزف جروبس او الاسيديك مونومرز هم اللي بيعملوا لي موضوع الاتش والبوند. هلا البروباريتيز تبعونه نو اتشينج اور برايمينج نيدد ايزي. هلا برايمينج ما بعرف اذا بتعرفوا انتوا ايش يعني برايمينج ولا لا. البرايمينج اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، عبارة عن مادة بحطها بعد ما اعمل الاتشنج. هاي المادة بتفوت جوا الدنتينال تيبيولز وبعدين لما احط البوند بترتبط مع البوند وبتخلي لي عملية البوندينج احسن، اوكي، بس يعني مش ضروري تعرفوا كتير عنها هلا. So no etching or priming needed. Easy and quickly لانه ما بدنا لا اتش ولا بوند. Light cured cement provide better properties، يعني الخصائص تبعون اللايت كيورد اللي حكيناهم قبل شوية، تمام، احسن من خصائصه. Lower bond strength compared to static and adhesive cements. طيب هلا المانيبيوليشن تبعه تو بيست سيستم وذ اوتو ميكس ديسبنسر اور كابسوليتد، يعني يا اما بيجي على شكل كبسولز او بيجي على شكل الاوتو ميكس ديسبنسر. ايش يعني؟ يعني بتكون زي هيك، تمام، هون بيكون مثلا هون بيكون البيست الاول وهون بيكون البيست الثاني وبنركب تب، تمام. هاي التب من هون بتكون شكلها زي هدول التبس على فكره، اوكي، بنركبها هون ولما نضغط عليه بيطلع من هون وبيطلع من هون وبنخلطه جوا التب اللي بنركبها وبيطلعوا لي مخلوطين جاهزين. هذا معنى الاوتو ميكس ديسبنسر، اوكي. طيب
هلا اخر نوع من انواع الريزن سيمنت اللي هو التمبرري ريزن سيمنت. التمبرري ريزن سيمنت هو عباره عن ريزن بيست، يعني فيه ريزن بس ويكر ذان الاذر تايبس، عشان هيك هو تمبرري لانه اضعف من الباقيين. Part of their organic component is water soluble اللي هو الجليسرين، so we can remove so can be removed easily. okay يعني هو في منه part بيكون water soluble اللي هو الجليسرين، part منه اللي هو organic component الجليسرين هذا بيكون water soluble، فعشان هيك لما اجي اشيله بنشال معي بسرعة لانه اصلا هو temporary، انا بدي اياه ينشال بسرعة، ما بدي اياه يغلبني. okay طب mostly self cured uses بستعمله بالtemporary cementation and shade try in to see if the patient feels comfortable with it ولا لا. يعني في كتير مرضى بيجي بيحكي لك انه انا الفينيرز قبل ما تركب لي اياهم التركيب النهائي مثلا بدي اجربهم، اوكي، او مثلا كراونز، انت بدك تحط الكراون، بحكي لك بدي اجربه هيك لاسبوع اشوف ايش الوضع وبعدين بنركبه تركيب نهائي. فهون احنا ممكن نستعمل هذا temporary resin cement، اوكي، او كتمبرري يعني سمنت، يعني عشان انا عم بلزق تمبرري هلا وبعدين بشيله وبحط بيرمننت. الكومبوزيشن تبعه دايميثاك ريليت ريزن مع راديو بيك جلاس. البروباريتيز تبعونه لو تو ميديوم سترينث، يعني هو بيكون اضعف كومبيرد بالبيرمننت اكيد. البوند سترينث شود نوت بي هاي، انا اصلا ما بدي اياها هاي عشان اقدر اشيله بسرعه لما بدي اجي افكه. ايزي ميكسينج اند كلين اب. الابلكيشن ما بدي لا بوندينج ولا اتشينج، سو اتس ايزي يعني تو ابلاي وايزي تو ريموف، تمام. وهو تو بيست سيستم، اوكي. طيب هلا اللهم صل على سيدنا محمد. هلا شوفوا شو الفكره هون، هاي مهمه ركزوا لي عليها وغالبا بيجي عليها سؤال بالامتحان، اللي هي it's a good option اللي هو هذا temporary resin cement good option instead of using zinc oxide eugenol based cement اللي هو حكينا هذا برضه temporary especially if the permanent cement is resin based. If the final cement is resin, this eliminates the use of eugenol cement for temporary crowns. You can use the temporary resin cement. هلا يا جماعة ما بعرف إذا بتعرفوا هاي المعلومة ولا لا، دائما لما تكون عندي الفاينل ريستوريشن فيها resin ممنوع أنا أستعمل أي إشي بالتمبراري يكون فيه يوجينول، لأنه اليوجينول بتعارض مع البوليمرايزيشن شرينكج تبع الريزن ومع الستينج رياكشن تبع الريزن، تمام؟ بخرب يعني بخرب الستينج رياكشن تبع الريزن، أوكي؟ فبالتالي أنا لما تكون عندي الفاينل ريستوريشن، تمام؟ أو الفاينل سيمنت، يعني مثلا مريض إجي عنده مثلا كلاس 2 ورحتوا أنتوا حفرتوا له إياها وما كان معكم وقت تحطوا كومبوزيت. هلا اذا بدكم تحطوا له temporary restoration، تمام، ممنوع يكون فيها يوجينول لانه انتم بدكم تحطوا الفاينل restoration تبعتكم كومبوزيت، بتعارضوا مع بعض، فلازم تحطوا شيء ثاني ما في يوجينول. او مثلا اذا بدكم تستعملوا هلا temporary cement والمره الجايه تستعملوا permanent cement، permanent cement والpermanent cement اللي بدكم تستعملوه فيه ريزن، تمام، ممنوع التمبرري سمنت يكون فيه يوجينول لانه اليوجينول اللي بالتمبرري سمنت راح يتعارض مع الستينج رياكشن تبع الريزن اللي موجود بالبيرمننت سمنت، اوكي. فهاي نقطه مهمه. طيب او لا، هلا في نوع اخير، هذا اخر واحد من الريزن بيست اللي هو الكومبومر سمنت. الكومبومر سمنت هم عباره عن ريزن بيست سمنت ريليس سم فلورايد، بدهم اتشينج وبوندينج بيكوز ذي ار ريزن بيست. هلا مش كتير تحطوا هاي الجمله ببالكم لانه قبل شوي احنا حكينا عن اشياء ريزن مثلا السلف ادهيزف، تمام، السلف ادهيزف كان ريزن بيس بس ما احتجنا له اتشينج وبوندينج، بس خلاص انتم اعرفوا انه الكومبومر بده اتشينج وبوندينج. اليوزز بستعمله لما هاي كتير مهمه وحيجي عليها سؤال، انه متى بستعمل الكومبومر سمنت؟ لما اجي بدي اعمل سمنتيشن لكاست الوي، يعني شيء فيه ميتال، والبي اف ام ريستوريشنز اللي هم بيكونوا بورسلين مع ميتال، بورسلين فيوزد تو ميتال، بي اف ام يعني بورسلين فيوزد تو ميتال ريستوريشن. هلا هدول بستعمل لهم هذا الكومبومر سمنت، بس ممنوع استعمل الكومبومر سمنت لما يكون في عندي سيراميك ريستوريشن، تمام. ليش؟ هلا بحكي لكم، لانه هذا الكومبومر سمنت فيه مونومر اسمه الهيما، تمام، في مونومر اسمه الهيما. هلا هذا الهيما يا جماعه هو عباره عن مونومر بيكون هيدروفيليك. ايش يعني هيدروفيليك؟ يعني بحب المي، يعني بمتص اي مويستشر حواليه. فتخيلوا انتم عندي انه انا في عندي مثلا فينير مصنوع من سيراميك،
تمام، واجيت حطيت هذا السمنت اللي هو فيه الهيمة. هلا هذا الهيمة بمتص اي مي ممكن تكون ممكن تقرب عليه، تمام، فبالتالي بضله يمتص يمتص مي تحت الريستوريشن، بالاخير الريستوريشن بتكسر لانه صار تحتيها سمنت مشبع بالمي، فبالتالي بعدين الريستوريشن بتكسر او الفينير بتكسر. فعشان هيك هذا الكومبوبر سمنت ممنوع استعمله للاول سيراميك ريستوريشن، بس بستعمله للميتال وللبورسلين فيوز تو ميتال، تمام، لانه الجهه اللي بتكون مقابله بالبورسلين فيوز تو ميتال حتحكوا لي طيب ما هو في بورسلين ممنوع استعمله زي السيراميك، بحكي لكم لا، لانه البورسلين فيوز تو ميتال ريستوريشن بيكون الميتال هو اللي من جوا، يعني هو اللي راح ينحط عليه السمنت، والبورسلين لبرا، تمام، فعادي الميتال هو بيتصرف بالموضوع والبورسلين برا ما له دخل، مش زي بالأول سيراميك، هون السيراميك نفسه رح يكون in contact مع السمنت اللي هو فيه الهيمة. هلا الكومبوزيشن تبعه الباودر اللي هي السترونتيوم الألومنيوم فلوروسيليكات جلاس مع صوديوم فلورايد as a source of fluoride، ممكن يكون وفيه سلفلايت كيورد انيشيترز، اوكي. طب الليكويد تبعه ايش فيه؟ بولي ميرايزابل ميثاكريليت كاربوكسيليك اسيد مونومرز مع مالتي فانكشنال اكريليت فوسفيت مونومرز مع داي اكريليت مونومرز ووتر، اوكي. هلا الكاربوكسيليك اسيد كونتريبيوتس تو ذا ادهيزيف بروبرتيز، الكاربوكسيليت اسيد بيساعدني بموضوع الادهيزيف بروبرتيز، يعني بحسن لي الادهيجن، اوكي. طب وبما انه فيه كاربوكسيليت اسيد وبما انه فيه ريزن، تمام يا جماعة، في ريزن، بالتالي حطوا لي عندكم انه السيتنج رياكشن تبعه رح يكون عبارة عن شو؟ رح يكون اسيد بيس رياكشن وبوليمرايزيشن رياكشن، يعني التنين اسيد بيس لانه في عندي اسيد، تمام، وبوليمرايزيشن رياكشن لانه انا في عندي ريزن، اوكي. طب هلا بالنسبة للبروبريتيز تبعونه والمانيبيوليشن، جود سترينث، هاي فاليوز اوف ريتنشن، كومبريسيف سترينث، فلكشرال سترينث، جود فراكتشر تفنس، لو سوليوبيليتي، فلورايد ريليز ذات كان بي ريتشارج، يعني كان بي ريتشارج، يعني انا بقدر بعد فتره مثلا بعد سنه من لما حطيت هذا السمنت ارجع اعمل ابلكيشن للفلورايد جل عادي، احط عليه فلورايد انا من عندي من العياده، فالفلورايد برجع بفوت جواته وبرجع بتعبى السمنت فلورايد، اوكي. بيست سيستم عن طريق الاوتو ميكسينج ديفايس زي ما حكيت لكم، يعني بيطلعوا من الديفايس مخلوطين جاهزين، وفي عندي باودر ليكويد سيستم، الميكسينج تبعهم هدول الباودر ليكويد از دان ان 30 سكندز اند رابيدلي بيفور ذي ستارت تو سيت، لازم خلال 30 ثانيه اكون خلطيتهم قبل ما يبلش يصير لهم سيت، اوكي. طيب التوث سيرفس بنشفه، تمام، بس نوت ديسيكيتد، يعني مش كتير بنشفه، الاكسس از ريموفد ديورينج الجل ستيت، تمام، يعني انا بحط بنشف التوث ستراكشر وبحط السمنت ديورينج الجل الجل، يعني اول ما يبلش يصير زي الجل بشيل الاكسس، بعدين بعمل لايت كيورينج، اوكي. السيتنج اوكيرز افتر 3 مينتس اوف ميكسينج. طب هلا هيك بنكون خلصنا موضوع السمنتس واستعمالاتهم كلوتينج سمنتس وهاي القصص. هلا بدنا نروح شوي لموضوع اللاينرز والبيسز، اوكي. اللاينرز والبيسز هم عباره عن ماتيريالز بليست اندرنيث ريستوريشنز، وي يوز ذم تو بروفايد سبورت ريستوريشن زي البيسز وتو بروتكت البلب اللي هم اللاينرز، تمام. Some bases are stronger and have better insulation comparing to others. أكيد. هلأ شوفوا liners والbases راح نقسمهم ل high strength ولو strength. هلأ ال high strength bases examples عليهم resin modified GIC, ال conventional GIC, ال zinc phosphate اللي هو بيكون ببطي consistency, ال reinforced zinc oxide eugenol وال zinc polycarboxylate ببطي consistency. تمام؟ طيب. هلا بتحفظوهم لانه ممكن تخلط لكم بينهم وبين اللو سترينث اللي راح نحكي عنهم بعد شوي. هلا they share these properties، هدول اللي هم الهاي سترينث بيكون لهم هاي سترينث مودريت مودولس اوف الاستيسيتي. هلا ايش يعني مودولس اوف الاستيسيتي؟ هذا هو عباره عن يعني اشي بيعبر لي عن مقدار الاستيسيتي بالماده، تمام. كل ما زاد المودولس اوف الاستيسيتي كل ما صارت الماده ستيف اكثر، يعني كل ما صارت ايبس، تمام. فهو مودريت مودولس اوف الاستيسيتي، يعني الماتيريال مش فليكسبل ولا ستيف كتير، مودريت. لو ثيرمال كوندكتيفيتي تو بروتكت بلب فروم ثيرمال تشينجز، اكيد انا بدي اياه يكون ما بيوصل الحراره كتير، لو ثيرمال كوندكتيفيتي عشان ما يوصل الحراره اللي بتعرض لها السن، تمام، للبلب ويؤذي لي البلب، انا اصلا بحطه عشان يحمي لي البلب. هلا البيس يا جماعه لما بدي احطه الشيء كبيس لازم تكون الثيكنس تبعته اقل شيء نص، اللهم صل على سيدنا محمد،
هلا هاي المفروض 5 مليمترز، هرجع اتاكد لكم منها وارد لكم خبر، بس لا هي المفروض البيس تكون 5 مليمترز او اكثر. اللاينر هو اللي بقدر احطه باقل من 5 مليمتر. اوكي يا جماعه، طيب لحظه، إيه لا اسمعوا هلا كيف بدي اياكم، لحظه شوي، هلا كيف بدي اياكم تعرفوا لي اياها. هلا الثيكنس لللاينر، اللاينر عادي تكون اقل من نص مليمتر اللي هي 0.5 مليمتر، بس البيس لازم اقل شيء يكون 0.5 مليمتر واكثر. تمام يا جماعه، بس عشان ما تتخربطوش. اوكي، لانه البيس زي ما حكيت لكم باول المحاضره انه بيكون ثيكر ذان اللاينر، والبيس بقدر احطه هيك كامل تحت الريستوريشن. اللاينر بس انا بحطه بالمكان اللي بيكون الكافيتي صار كتير ديب وقريب على البلب. هلا the properties and manipulation بتعتمد حسب التايب، يعني حسب كل واحدة من هدول لها المانيبيوليشن خاص فيها. glass ionomer is used as a base underneath composite زي ما حكيت لكم بالساندويتش تكنيك، and ceramic restoration زي الانليز الانليز الكراون بيلد اب لما اجي يعني انا بدي اعمل اعيد بناء السن من اول وجديد. الريزم موديفايد جي اي سيز والكومبومرز ار يوزد اندرنيث كومبوزيت بات نوت سيراميكس. تمام اوكي، هلا ليه ما بحطهم تحت السيراميكس؟ تمام، لانه الكومبومرز يا جماعه زي ما حكينا بمتصوا مي، تمام، ابزورب مويستشر وبصيرهم بعدين اكسبانشن فبكسر السيراميك، فانا ما بحطهم تحت السيراميك. ميكسينج ديبندز اون تايب اوف سيمنتس، يعني حسب التايبس، واحنا حكينا عن كل واحد فيهم اصلا. طيب هلا if you use the GIC as a temporary filling until placing composite you can remove only part of it leave part as a base and put restoration on top. يعني اذا كنتم مستعملين يعني اذا كنتم حاطين الحشوه المؤقته GIC، تمام، لما تيجوا بدكم تشيلوها وتحطوا البيرمننت للكومبوزيت عادي بتقدروا ما تشيلوها كلها وتخلوا بارت منها از ا بيس وتحطوا فوق اي كومبوزيت اللي هي هاي ساندويتش تكنيك. تمام، هلا ان اذر كيسز ممكن استعمل زنك اوكسيد يوجينول، بس زي ما حكينا زنك اوكسيد يوجينول ما بنستعمله مع لما بدي احط لما تكون الفاينل ريستوريشن تبعتي كومبوزيت، لانه اليوجينول حكينا بتعارض مع سيتنج رياكشن للريزن اللي بالكومبوزيت. ذا كونسستنسي شود بي ثيك اند باتي وين يو يوز ات از بيس اند ذا باودر ليكويد ريشيو وود بي higher compared aligner. يعني دائما يا جماعه الكونسستنسي تبعت البيس بتكون thicker than aligner، aligner بتكون الكونسستنسي تبعته عادي thin. اوكي طيب، لاني بس بحطه بمكان صغير بينما البيس انا بدي احطه كطبقه كامله تحت بالكافيتي تحت الفاينل ريستوريشن. هلا اتركوا لي هذا موضوع temporary filling، هلا راح ارجع له، بس بدي اكمل لكم باللو سترينث بيسز ولاينرز. هلا اللو سترينث بيسز ولاينرز they are used to form a barrier to protect the bulb from chemicals from the restorative materials. تمام، هلا نفس الفكره، نفس فكره يعني فكره اللاينر والبيس بشكل عام. تمام، بس بدي ارجع انا اكد على معلومه هون، انه حكيت لكم اللاينر بيشتغل عندي ككيميكال انسوليتر بس، بينما البيس بيشتغل ككيميكال وكثيرمال انسوليتر. هلا فور هلا ليش بستعملهم هدول اللي هم اللو سترينث بيسز اند لاينرز، بما انهم دكتوره لو سترينث والسترينج تبعتهم مش كتير منيحه، طب ليه بستعملهم؟ بستعملهم لانه لهم ثيرابيتيك افكت. ماشي، راح اوضح بعد شوي شو يعني ثيرابيتيك افكت. مثلا الزنك اوكسيد يوجينول، تمام، بيس او لاينر. هلا هذا الزنك اوكسيد يوجينول لاينر يا جماعه هو شيء كتير السترينج تبعته كتير لو، بس انا ايش بستفيد منه؟ بستفيد منه بالسيديتيف افكت اللي بيعطيني اياه للبلب، زي ما حكيت لكم لما حكينا عن زنك اوكسيد يوجينول انه بتريليفز بين، كتير بقلل البين. تمام، هلا وكمان الكالسيوم هيدروكسيد، الكالسيوم هيدروكسيد له ثيرابيتيك افكت راح احكي عنه هلا. هلا خلينا شوي نحكي هلا بالتفصيل عن الكالسيوم هيدروكسيد. الكالسيوم هيدروكسيد يا جماعه ما بستخدمه از بيس، بس بستعمله از لاينر. يوجوالي اتس سبلايز از تو بيست، واحد بيس وواحد كاتاليست وبنخلطهم مع بعض. ون اوف ذا فيمس برودكتس اوف كالسيوم هيدروكسيد، في براند كثير معروفه بتنتج لي الكالسيوم هيدروكسيد لاينر اسمها الدايكال. تمام، الدايكال وراح تشوفوها بالعيادات وراح تستعملوها كتير. تمام، هلا هذا الدايكال بيكون في منه تو بيست، واحد ازرق وواحد احمر. الازرق بيكون الكاتاليست والاحمر بيكون البيس، بحط نقطه من هذا ونقطه من هذا وبضلني اخلطهم لحد ما يصيروا هوموجينوس وبستعمله. هلا انا متى بستعمل الكالسيوم هيدروكسيد يا جماعه؟ هاي مهمه، لما يكون انا في عندي بلب اكسبوجر، يعني لما ينكشف عندي العصب شوي هيك بالغلط،
تمام. هون انا بستعمل الكالسيوم هيدروكسيد فوق العصب دغري، وبعدين بحط فيه نوع تاني من اللاينرز اللي هو الفيترا بوند اللي هو ريزم موديفايد جي اي سي. هلا هاي العمليه لما يصير عندي بلب اكسبوجر احط فوقيها كالسيوم هيدروكسيد وفوقيها فيترا بوند، هاي بسميها دايركت بلب كابينج، هلا موجوده لتحت بالحكي. اوكي طب ايش الكومبوننتس تبعون الكالسيوم هيدروكسيد؟ البيس اللي هو الاحمر عبارة عن كالسيوم تنجستيت مع كالسيوم فوسفيت زنك أوكسيد and جلايكول سالسيليت. هلأ الجلايكول سالسيليت هذا هو اللهم صل على سيدنا محمد، هذا هو الثيرابيوتيك ماتيريال اللي موجودة فيه. هاي الماتيريال اللي كتير بتهمني هاي هي الثيرابيوتيك ماتيريال، ماشي؟ طب ثيرابيوتيك ماتيريال راح احكي بعد شوي بالتفصيل شو يعني. هلا الكاتاليست بتكون من كالسيوم هيدروكسيد زنك اوكسيد زنك ستيريت ان ايثيلين تولين سلفوناميد. هلا في منه هلا هو بالاصل سيلف كيورد تمام، بس في منه لايت كيورد فيرجن بيكون فيها يوريثين دايميثاكريليت اللي هي اليو دي ام اي، لو فيسكوسيتي مونومر، باريوم سلفيت فيلر، يعني بتكون هيك مكوناته اللايت كيورد. سو وانس ذا بيس اند كاتاليست ار ميكست، يو لما نخلط البيس مع الكاتاليست بيطلع عندي ميكستشر بيكون فيه كالسيوم دايسيليكيت تمام. طب هلا their colors are different so when you mix them، يعني لون البيست اللي بيطلع من الاحمر بيفرق عن لون البيست اللي بيطلع من الازرق، فاحنا بنضلنا نخلطهم لحد ما يطلع عندي homogeneous creamy mixture. هلا كمان في virgins منه light cured بتكون مكوناتهم زي هيك تمام. the filler in it is radiopaque، عشان الفيلر اللي موجود فيه يا جماعة بيكون راديو بيك. اوكي فعشان هيك ببين عندي على الراديوغراف لما يكون الدكتور حاطط كالسيوم هيدروكسيد لاينر ولا مش حاطط تمام. طب هلا ايش البروباريتيز تبعونه؟ هلا هو لو سترينث بس هاير ذان الزنك اوكسيديجينول، هاير ذان تايب 4 من الزنك اوكسيديجينول، يعني احسن من التايب 4 زنك اوكسيديجينول. هلا الفكره في انه يا جماعه البي اتش تبعيته عاليه. ايش يعني عاليه؟ يعني الكلاين يعني قاعدي، وايش يعني قاعدي؟ يعني انتي بكتيريال، يعني بقتل البكتيريا تمام. تمام لو ثيرمال كوندكتيفيتي، وهذا الاشي بدنا اياه، ما بدي اياه يوصل الحراره. هلا السوليابيليتي بتعتمد حسب البرودكت تمام، بس ريلاتيفلي هو شوي سوليابل تمام. هلا الثيرابيوتيك افكت تبعه تمام، واللي حكيت لكم اللي هو جاي من الكومبوننت اللي هو الجلايكول سالسيليت تمام. الثيرابيوتيك افكت انه هو له انتي بكتيريال افكت بسبب انه الكلاين تمام، يعني بقتل البكتيريا. هو هلا هو كيف بيشتغل يا جماعه؟ بيروح بيعمل هلا المنطقه اللي هي بتكون اكسبوزد بلب اللي هي المنطقه محل ما انكشف فيها العصب، بيروح بيعمل فيها لوكالايزد نيكروسيس بهاي المنطقه، يعني لما نحطه احنا فوق العصب المكشوف دغري بيروح بيعمل لوكالايزد نيكروسيس بهذيك المنطقه تمام. بعدين بعد ما يعمل لوكالايزد نيكروسيس بتيجي خلايا، بصير عندي انفلتريشن للسيلز من البلب نفسها، بيجوا خلايا من البلب تمام عند هذا المكان اللي صار فيه نيكروسيس، وبيعملوا ريجينريشن تمام، وبصنعوا لي طبقه من الدنتين عشان نسكر محل الاكسبوجر تمام. يعني انا حطيته على العصب المكشوف على الاكسبوزد بلب، صار فيه لوكالايزد نيكروسيس، بعدين البلب بعتت خلايا من عندها تجمعوا بهذاك المكان وعملوا ريجينريشن وتحولوا زي كانهم صاروا اودونتوبلاست، وصاروا عملوا لي دنتين لاير عشان تغطي تسكر محل الاكسبوجر اللي صار. اوكي طب ات انديوسس كالسيفايد تيشو فورميشن اللي هو نفسه الدنتين لاير، سو كلوز اب ذا اكسبوزد اريا اوف ذا بلب، ذس از كولد دايركت بلب كابينج. زي ما شرحت لكم اني انا اغطي المحل اللي صار فيه اللي انكشف فيه العصب اغطيه دايركت بالكالسيوم هيدروكسيد. وبرجع باكد يا جماعه الكالسيوم هيدروكسيد ما بستعمله الا لما يصير في عندي بلب اكسبوجر، وما بستعمله لحاله، لازم احط فوقيه طبقه ثانيه من الريزم موديفايد جي اي سي اللي هو الفيترا بوند. اوكي هلا المانيبيوليشن تبعه تو بيست سيستم زي ما حكينا، سيتنج تايم 2 تو 7 مينتس فور لايت كيورد فيرجن، ذي ريكواير بلو لايت كيورنج اكيد، ات شود بي بليسد ان انكريمنتس. هذا اللايت كيورد لازم احطه بطبقات اوكي، وكل طبقه بعملها كيورنج ب 20 ثانيه. هلا تاني واحد من اللو سترينث لاينرز اللي هو الزنك اوكسيديجينول. الزنك اوكسيديجينول بما انه هلا هو لو سترينث، بس انا بستفيد منه انه هو له ثيرابيتيك افكت اللي هو بقلل البين تمام، بيعمل سيديتيف افكت على البلب. سو ات ويك ثيرمال انسوليتر،
because it's placed in thin layers, يعني مش كتير بعزل لي عن الحرارة. Low strength, but it can be enough to support restoration, يعني ممكن أحطه. Sedative effect on the bulb, but never use it with composite because it interferes مع البوليمرايزيشن زي ما حكينا. تمام. Usually a stronger base is placed on top of it, a thicker stronger base to provide better support and insulation. يعني بحكي لكم إذا بدك تحطه لازم تغطيه بنوع تاني من البيس. تمام، عشان تحصل انسوليشن اكثر ويكون سترونجر ونوت كومنلي يوزد. الكالسيوم هيدروكسايد كثير شائع اكثر انه نستعمله، وراح تستعملوه كثير بالعيادات، يعني راح تعملوا اكسبوجرات كثيره وراح تستعملوه كثير، فيعني عادي هذا راح يكون صديقكم الصدوق. طيب هلا المانيبيوليشن بيجي برضه الزنك اوكسايد ديجينول تو بيست سيستم not to be used underneath composite. رجعنا أكدنا. Usually a stronger base is placed on top of it to provide better support and insulation. طب هلا قبل ما أروح للموضوع هذا بدي أرجع لموضوع temporary filling اللي هذا هو للأمانة في هون خطأ بترتيب التفريغ. المفروض حطينا temporary filling بعد low strength base وliner، بس مش مشكلة. هلا temporary filling يا جماعة اللي هم الحشوات المؤقتة، أنا ليش بستعملهم؟ to protect the bulb. يعني أنا مثلا حفرت لواحد class 2، ما بصير أخلي الكافيتي مفتوحة ما فيها إشي، لأنه راح تفوت عندي البكتيريا والسلايفة من الدنتينال tubules ويوصلوا للبلب ويعملوا لي فيها inflammation، فأنا لازم دائما أسكر أي إشي بفتحه. So we need to use the temporary restoration when we prepare a cavity because we can't leave it open. زي ما حكيت لكم التمبراري فيلينج زي مثلا اللي بيكونوا زنك اوكسايد يوجينول بيست، هدول بيقللوا البربل انفلاميشن ولهم سيديتيف افكت على البلب. كمان ايش بستفيد من التمبراري فيلينجز؟ انهم بحافظوا لي على مكان السن محله، تمام، until a permanent restoration to prevent super eruption of the opposing and tilting of adjacent. يعني افرضوا انه انا مثلا حضرت سن لمريض، ماشي، حضرت اللور سكس لمريض عشان بدي اعمل له عليه تلبيسه، بدي احط له عليه كراون. هلا الاسنان دائما يا جماعه، هلا انا لما احضر السن بصير اقصر وبيبطل عامل كونتاكت مع الابر سكس. هلا الاسنان بطبيعتها دائما بتحب انها تكون عامله كونتاكت مع بعض، فلما اللور سكس مثلا يكون مش عامل كونتاكت مع الابر سكس، الابر سكس حيضلوا يدور على مكان يعمل فيه كونتاكت، فبصير له شيء اسمه سوبر ايربشن، بصير يطلع الابر سكس شوي من محله، تمام، عشان يخبط باللور سكس. فلما تيجي انت بدك تحط البيرمننت ريستوريشن او البيرمننت كراون، تمام، حتلاقي انه صار في عندك خربطه بموقع الاسنان وراح يخرب لك شغلك. فاحنا شو بنعمل؟ مثلا بنحط، لازم نحط تمبرري فيلينج على او تمبرري كراون على السن اللي احنا حضرناه، تمام، والمره الجاي بشيله وبحط البيرمننت عشان احافظ على موقع كل سن محله. هلا كمان بحطها اللهم صل على سيدنا محمد بالهاي كيرز ريسك بيشنتس، البيشنت اللي بيكون هاي كيرز ريسك، ممكن انت مثلا اذا حفرت له كافيتي وتركت له اياه مفتوح ممكن يبدا فيه تسوس، لانه هم بيكونوا مثلا بيغيبوا فترات طويله بين المواعيد وهم اصلا هاي كيرز ريسك. وكمان التمبرري فيلينج بتقلل الجنجيفال اوفر جروث. يعني انت مثلا عندك كلاس 2 حفرتها وتركتها فاتحه، ممكن الجنجيفا انتر بروكسيميلي يصير لها اوفر جروث جوا الكافيتي لانه الكافيتي فاضي، تمام. فانت لما تحط تمبرري فيلينج انت هيك سكرت الكافيتي وحميته انه ما يصير في عندي جنجيفال اوفر جروث، تمام. هلا في عندي ماتيريالز كتير بستعملها، في عندي اللونج تيرم زي التايب 3 زنك اوكسيد يوجينول وريزم موديفايد جي اي سي والجي اي سي العادي الكونفنشنال. هدول الثلاثه بعتبرهم حشوات مؤقته بس بضاينوا لمده منيحه. هلا الشورت تيرم زي الان موديفايد زنك اوكسيد يوجينول، وفي عندي كمان تمبرري كراون ماتيريالز اللي هم الماتيريالز اللي بعمل منهم تلبيسات مؤقته لحد ما يجهز التلبيسات الدائمه، تمام، عشان زي ما حكيت لكم ما يصير سوبر ايربشن او يصير تلتنج، يعني يخرب اماكن الاسنان، تمام. طيب هلا بدنا نروح لموضوع الموضوع الفارنيشز والكافيتي لاينرز. هلا كافيتي لاينر مش نفسها نفس اللاينر اللي حكينا عنه قبل شوي، هذا الكافيتي لاينر شيء ثاني، شيء بحطه على الوولز تبعون الكافيتي. يعني الفارنيشز والكافيتي لاينرز هدول بحطهم على الوولز تبعون الكافيتي مش على الفلور تبع الكافيتي زي اللاينرز والبيسز اللي حكينا عنهم قبل شوي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هلا كمان في استعمال صراحه نسيت احكي لكم اياه بالتمبرري فيلينج فيلينجز، اني كمان في داعي مهم كتير اني احطهم عشان الاستاتيكس، تمام. تخيلوا انتم مثلا حضرتوا سنترال انسايزر ابر بدكم تحطوا عليه كراون، هل منطق تتركوا المريض يروح للزياره الجاي لحد ما يجهز البيرمننت كراون بدون كراون مؤقت؟
يعني المنطقة كتير استاتيك هاي المنطقة فما بزبط، فأنا كمان عشان الاستاتيكس بحتاج إني أحط temporary fillings. أوكي طيب، وفي كمان شغلة بدي أحكي لكم إياها، وين كانت؟ هون عند السوليوبيليتي، تمام، على الكالسيوم هيدروكسيد السوليوبيليتي تبعته. بس بدي احكي لكم انه لما يكون لايت كيورد السوليوبيليتي بتكون بتقل دائما. اي شيء يا جماعه لايت كيورد السوليوبيليتي تبعته اقل من الاشياء اللي بيكونوا سيلف كيورد او دول كيورد. اوكي طيب، ايش كمان هلا؟ بس بدنا نكمل بهذا الموضوع اللي هو الكافيتي لاينرز والفارنيشز. طب هلا زي ما حكيت لكم هدول الاشياء بحطهم على الوولز، تمام، عشان مينلي عشان تسيل الدنتاينال تيبولز، عشان اسكر الدنتاينال تيبولز واقلل الحساسيه عند المريض واظبط الامور هاي، تمام. يعني هي ما مش زي اللاينرز والبيسز اللي حكينا عنهم قبل شوي. البروبرتيز تبعهم فيري لو سترينث، may have some therapeutic effect, usually placed in thin layers, so almost no thermal insulation and very weak, may help in seal dentinal tubules. هلا كمان بحكي لكم في عندي من الامثله عليهم انه في عندي الكالسيوم هيدروكسيد suspended in water or organic liquid، هذا ممكن ادهن فيه الوولز تبعون، يعني احطه على الوولز تبعون الكافيتي. ممكن يكون في فلورايد، وممكن اتقله يعني maybe thickened مع مثل سيلولوز، احط اضيف له هاي الماده يصير thick اكثر. High solubility so applied only on a pulpal floor. هلا شوفوا هاي النقطة اللي رجع حكى عنها هون عن الكافيتي لاينر، رجع حكى شوي عن اللاينرز اللي احنا كنا نحكي عنها قبل شوي انه بحطه على الفلور اكتر، وحكى عن الكالسيوم هيدروكسيد. اوكي هلا هدول البروبريتيز خدوهم انه زي كأنه انا عم بحكي عن الاشياء اللي بحطها على الكافيتي وول. اوكي هدول لا، رجع حكى عن اللاينرز العاديين، تمام. ف وهم صراحه يعني مش شيء كثير مهم هدول، تمام. بس هاي برجع باكد هاي عن اللاينرز العاديين قصده. اوكي طيب هلا الفارنيشز البروبريتيز تبعونهم واز سو بوبولار زي ما كانوا يستعملوهم كثير، mainly composed of resin in an organic liquid such as chloroform or alcohol، يعني بيكون resin مع organic liquid, insoluble in oral fluids, may be disrupted by monomers in resin، يعني ممكن يتداخل مع يتعارض شوي مع المونومرز اللي موجودين بالرزن لما بدي احط restoration وهيك. هلا we need to place more than one layer, so we place one layer، بنستنى لفيو سكندز، تمام، لحد ما الكحول اللي جواته يتبخر، بعدين برجع بحط طبقة تانية وهكذا. وطبعا هذا بحطه بس على الوولز، الفارنش بس بحطه على الوولز، تمام. يوجوالي وي ليف ذا فلور ويزاوت ا فارنش، وبنحط على الفلور لاينر. اوكي يعني الكافيتي فلور ما بحط عليه بس لاينر، والوولز بحط عليهم فارنشز. mainly used around amalgam not composite، تمام، لانه الكومبوزيت زي ما حكينا بتتعارض شوي قصة المونومرز معاها، وبتتعارض شوي مع اللايرز تبعون الفارنش، تمام. فانا ميل للفارنش بحطه على تحت الامالجم. اوكي هلا ليه بحطه تحت الامالجم؟ هلا بحكيها هاي. So placed on walls of the cavity، شايفين كيف على الوالز. And when the solvent evaporate it will leave a resin behind and it's going to make a layer to seal the dentinal tubules. يعني انا بدهنه على الوالز، بعدين اللهم صل على سيدنا محمد، السولفنت اللي هو زي الكحول بتبخر وبعدين بضل الريزن على الوولز، بسكر لي الدنتاينال تيبيولز. هلا ايش بستفيد منه الفارنش؟ بسكر لي الدنتاينال تيبيولز، بقلل لي السنسيتيفيتي لانه انا سكرت الدنتاينال تيبيولز، فبتقلل الحساسيه اللي بالاسنان الموجوده، بمنع انه يصير في عندي مايكرو ليكج لانه انا زي هيك زي حطيت طبقه مانعه ما بين الريستوريشن والسن، فما بيصير في عندي مايكرو ليكج انه زي جاب ما بين السن والريستوريشن، وبريفنت الكوروجين برودكتس فروم امالجم تو جو انتو دنتاينال تيبيولز. هلا انتم كلكم تعرفوا انه الامالجم بعد ما يصير لها ست بعدين بتبلش تطلع شيء اسمه كوروجين برودكتس، تمام. هلا لما انا اكون حاطه هذا الفارنش ومسكره فيه الدنتاينال تيبيولز، الكوروجين برودكتس اللي بيطلعوا من الامالجم ما راح يفوتوا جوا الدنتاينال تيبيولز، يعني which is a good point. هلا special applications of cements،
يعني بنحكي عن حالات خاصة لهون، اللي هو البوندنج للأورثودونتيك براكتس. الماتيريالز اللي بستعملهم عشان ألزق الأورثودونتيك براكتس اللي هم بيكونوا ريزم بيست، ريزم موديفايد جي اي سي، واللي لهم نفس يعني الاستاتيك ريزم بقدر استعمله. وي نيد ا توث سيرفيس تريتمنت، لازم اعمل اتشنج وبوندنج. وين يو ار يوزنج ريزن ماتيريالز، لما تستعملوا ماتيريال فيها ريزن لازم نعمل اتش وبوند. اور وي كان يوز السيلف ادهيزف. السيلف ادهيزف اللي هو حكينا اصلا لما حكينا عنه انه بنستعمله بالاورثو اللي هو ما بده لا اتش ولا بوند. هلا شوفوا، بحط برايمر على التوث سيرفيس تمام، وبعدين بحط بيست على البراكت and we stick them together اللي هو بيست برايمر ريزن سيمنت تمام. يعني في نوع من السيمنت اللي هو بيست برايمر، بيجي بيست مع برايمر ريزن سيمنت. البرايمر بحطه على التوث سيرفيس والبيست بحطه على البراكت، بعدين بلزقهم مع بعض. اوكي، thin film is needed، اكيد بدي اشي يكون thin. Orthodontic band cemented by using الباندز اللي هم هدول. اوكي، هاد البراكت وهاي الباند. الباندز كيف بلزقهم؟ عن طريق استعمال الجي اي سي او الريزم بيست يعني سيمنتس او الريزم موديفايد جي اي سي. اوكي، اند سم زنك فوسفيت سيمنتس ذات هاف فلورايد. The sitting and working time is important here. أكيد لأنه الدكتور التقويم بده بيكون بده وقت كتير منيح عبين ما يلزق كل brackets وهاي الأمور، فبده إشي يكون ال working time و sitting time لإله long. They need to be able to remove once the orthodontic treatment is done. أكيد واحدة من الخصائص الأشياء اللي بدي أستعملها، يعني من خصائص السمنت اللي بدي أستعمله، إني أقدر أشيلهم وما يغلبوني كتير لما أنا أخلص ال orthodontic treatment تبعي. أوكي، طب هلا بالنسبه للروت كانال سيلرز اللي حكيت لكم، اللي هو الاشي اللي بنغطس فيه الجتابيركا قبل ما نحطهم جوا الكانال لما اجي بدي احشي العصب، الامبورتنت بروبريتيز اللي بدي اياهم يكونوا بالروت كانال سيلرز، الوركينج تايم تبعهم يكون لونج، السيتنج تايم برضه يكون لونج، يكونوا راديو باك يبينوا معي على صوره الاشعه، السوليبيليتي تبعتهم تكون قليله، والفيلم تكنس يكونوا لو فيلم تكنس عشان ما ياخذوا حيز، لاني انا بدي الحيز الاكبر اللي يتاخذ من الكنال الجتابيركا نفسها اللي تكون معبي الكنال. انا ما بدي السيلر اللي يعبي الكنال، انا بدي الجتابيركا نفسها اللي تعبي الكنال، والفلو تبعه يكون له جود فلو تمام. بس يا جماعه يعني at the end في عندنا كثير انواع من السمنتس، وكل سمنت له استعمال معين. وبعرف المحاضرة طويلة وفيها كتير تفاصيل وبدها يعني حفظ منيح، بس نصيحتي لكم اسموها ادرسوها على بارتس هاي المحاضرة. يعني مثلا مرة بندرس الووتر بيست لحال، مرة بندرس الاويل بيست، مرة بندرس الريزن بيست، مرة بندرس اللاينرز والبيسز لحالهم، يعني كل مرة ندرس بارت منها عشان اذا اجينا درسناها مرة واحدة حتفوت الاشياء ببعض. اوكي، فادرسوها على بارتس، واللي عنده فيكم اي سؤال يحكي لي، ويعطيكم العافية يا رب.